أعلنت هيئة مراقبة السلام النووية في فنلندا الأربعاء أنه تم رصد كميات صغيرة من النظائر المشعة في عينات الهواء التي تم جمعها في كوتكا بجنوب شرق البلاد، لكن لا يوجد خطر على الصحة العامة. وذكرت هيئة الأمان الإشعاعي والنووي في بيان أن النشاط الإشعاعي المرصود ليس له أي تأثير على البيئة أو صحة الإنسان، إذ كانت التركيزات منخفضة جداً.